بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للإخوة الذين يتساءلوا عن كيفية سحب الخلاصات من المواقع، طبعا في هناك مجموعة من الإضافات أو الإكستنشن التي يمكن أن نضيفها للمتصفحات حتى تسهل علينا عملية سحب الأخبار من المواقع، ثم أخذ الرابط وإرفاقه داخل التطبيق فيسهل عملية جلب الأخبار. طبعا بالنسبة للمتصفح جوجل كروم، يمكنك بالذهاب من ضمن القائمة الرئيسية إلى More Tool، ثم نقوم بالضغط على Extension فتظهرنا هذه القائمة. طبعا نقوم بالنزول إلى آخر الصفحة، ثم يوجد لدينا رابط Get More Extension، بالضغط عليه تظهر لنا هذه الصفحة. طبعا نقوم بالبحث في خانة البحث هنا عن RSS أو عن كلمة فيد. تمام، نلاحظ أنه في عندنا RSS Subscription Extension وغيرها كثير. نقوم طبعا بالبحث، فلو نلاحظ أنه في عندنا كثير من الأيقونات أو من الإضافات التي ظهرت حتى نستطيع نقوم طبعا بتثبيتها. Add to Chrome وطبعا نجرب Add Extension، ثم نقوم بفتح مجموعة من المواقع، ثم طبعا نقوم بفتح مجموعة من المواقع ونرى إذا الإضافة لديها القابلية أو القدرة على سحب هذه الروابط. طبعا هذا بالنسبة لجوجل كروم. أما بالنسبة لموزيلا فايرفوكس، طبعا نفس القصة، من ضمن القائمة المتخصصة بالأدوان بالإضافات تظهر لنا هذه القائمة. نقوم بالضغط على Get More وAdwans، طبعا بالنزول إلى آخر القائمة تظهر لنا See More Add-ons، نضغط عليها تظهر لنا هذه الصفحة. أيضا نقوم بعملية البحث على الـ RSS، وعلى الإضافات المتخصصة بسحب المقالات وسحب الأخبار من المواقع. طبعا بعد عملية البحث نرى ظهور مجموعة من الإضافات المتعلقة بالـ RSS. طبعا في هنا RSS بعضها متعلقة بمواقع خاصة مثل BBC أو CNN، في طبعا بعض الإضافات اللي هي العامة مثل ما استخدم أنا إضافة. طبعا هذه الإضافة التي استخدمها، طبعا هنا مجموعة من الإضافات الأخرى، فممكن الواحد يجرب مجموعة منها ويرى ما يناسبه. أيضا سؤال آخر لبعض الإخوة الذين يسألوا عن كيفية تحويل الأدموب من اللغة الإنجليزية للغة العربية. طبعا أنا شرحت سابقا في أحد المحاضرات عن كيفية تغيير إعدادات الحساب. طبعا بعد ما تقوم بالدخول إلى الأدموب، ثم من أيقونة الخيارات تقوم بالضغط عليه على Account Setting أو إعدادات الحساب. طبعا بعد النظر على إعدادات الحساب نلاحظ تم فتح الصفحة. طبعا بالنزول إلى Display Language أو لغة العرض، طبعا الافتراضية هي الإنجليش United States، فنقوم طبعا بتحويل اللغة إلى اللغة العربية. طبعا ربما نحتاج إلى الذهاب إلى إعدادات جوجل العامة، لأن طبعا اللغة الإنجليزية هي اللغة الافتراضية للحساب الذي قمنا بإنشائه في الدرس الأول. طبعا عند تغيير اللغة ضمن حسابك الأصلي أو ضمن الأكاونت العام التابع لجوجل، طبعا هذا سيؤثر على جميع الحسابات الأخرى، الجيميل، اليوتيوب، سيتم تحويلهم كلهم إلى اللغة العربية. طبعا بنقر على الخيار هذا، طبعا الديفولت لانجوج أو اللغة الافتراضية هي الإنجليش. طبعا نقوم بالبحث عن اللغة العربية ثم أوكي. الآن جوجل سيقوم بتحميل الصفحة أو إعادة تحميل الصفحة حتى يتم تحويلها إلى اللغة الإنجليزية أو عفوا إلى اللغة العربية. أوكي، الآن حسابك جوجل تحول بالكامل إلى اللغة العربية.
لو نلاحظ حتى في قولة الحساب تم تحويلها من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى. طبعا بالعودة إلى الأدموب ممكن نقوم بتحديث الصفحة، فنلاحظ أوتوماتيك تم التحويل إلى اللغة العربية. طبعا لتحويل الصفحة بشكل كامل أو الموقع بشكل كامل نقوم بتحديث الموقع، فسنلاحظ أنه حتى القوائم تم تحويلها إلى اللغة العربية. الصفحة الرئيسية المونتايز اللي تحقيق الدخل، الكامبين، الحملات، والتحليل الالي انالايز، طبعا تم تحويل الادمو بشكل كامل الى اللغه العربيه. طبعا هذا التغيير الذي قمنا بتعديله قبل قليل يؤثر على جميع حساباتك الخاصه بجوجل، بما من ضمنها الادمو، اليوتيوب، الادسنس وغيرها. طبعا لا اي استفسار او مناقشه يمكنكم الرد على هذا الفيديو حتى نتمكن إن شاء الله من توضيح أي غموض أو أي نقطة غير مفهومة، سنقوم بشرحها في أحد المحاضرات القادمة إن شاء الله.